السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عندنا بقى النهاردة مرض مشهور قوي 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 وفيري كومن وتقريبا مأثر على نص البشرية، مرض اللي هو عبارة عن جاسترو أسوفيجيال ريفلكس ديزيز. زي ما احنا عارفين المفروض الاكل كله والجي اي تي كونتنت بتعدي من فوق من الاسوفجس للاستومك، بس وليس العكس. للاسف لو الاسيديك كونتنت اللي موجوده في الاستومك بقى والاكل والحاجات دي لو تقدر ترجع للاسوفجس دي يتقال عليها ايه؟ جاسترو أسوفيجيال ريفلكس ديزيز. وطبعا واضح من اسمها ارتجاع، طبعا كلمة ريفلكس دي يعني ارتجاع، فارتجاع يعني الأكل بيرجع والـ HCL بيرجع من الاستومك للأسوفيجس فسموه جاسترو أسوفيجيال وارتجاع يعني ريفلكس ديزيز. بيختصر هذا الكلام لو انت خدت أول حرف من كل الكلام اللي قلته GERD بتختصر جاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز دون بجيرد. الجيرد هو بقى الديفينيشن بتاعه ايه؟ طبعا لو انت عالم في الفسيولوجي كويس قوي هتقول الدكتور وهدان بيسرح بينا. طب ما انا نورمالي على الاقل 50 مرة بيحصل في اليوم الواحد بيحصل جاستروسوفجيال ريفلكس، بس بتقعد لمدة قد ايه؟ كل واحدة من الخمسين مرة دول اللي بيحصل فيها جاستروسوفجيال ريفلكس دي بتحصل لثواني معدودة، وقت صغير جدا. وبعدين الفسيولوجيكال ميكانيزم والبروتكتيف ميكانيزم بسرعة بتصلح هذا الريفلكس ويغير مداخلك شر كده. ده نورمال وفسيولوجيكال 50 مرة ترجع الجاستريك كونتنت في الأسوفيجس ولثواني معدودة، طز ما حصلش حاجة وأنا ما عنديش مرض. بس هو أنت عندك مرض إمتى؟ لو الميوكوزا of the esophagus بتتعرض للو بي اتش، اللو بي اتش اللي هي الأسيديك يعني اللي هي لزان 4، وطبعا الأسيديك اللي هي لزان 4 دي بتاعت الاستومك. لو جاستريك ميكوزا تعرضت لهذه الأسيديس الفظيعة أكتر من 4% من الوقت بتاع اليوم، أكتر من 4% من الوقت بتاع اليوم، بيني وبينك اقعد احسبها بقى اليوم فيه كام دقيقة وبتاع وكام ثانية ولا 4% تطلع قد إيه. فطبعا لو تعرض الأسوفجيال ميكوزا أكتر من 4% من الوقت بتاع اليوم للهاي بي اتش بتاع الاستومك او يعني لللو بي اتش بتاع الاستومك اللي هي فيري هاي اسيديتي، لان طبعا زي ما انتم عارفين كل ما الرقم بتاع البي اتش قل ده معناه كان مور اسيد، فالهاي اسيديتي طبعا اللي هي اقل من 4 دهيا ووقت كبير اكتر من 4% من الوقت بتاع اليوم بتاعنا، ده يعتبر فعلا ديزيز اللي هو جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز وممكن يدي عندك سيمبتومز. أهمية الموضوع ده إيه؟ طبعا في الامتحانات بتاعتنا ده نادر، الناس اللي عندها نظري نادر إن هو يجي في النظري، لكن بقى طبعا في الام سي كيو بيجي كتير جدا، والناس اللي عندها امتحان نظري ام سي كيو بيجي كتير جدا جدا. أهمية المرض ده طبعا ويجي ليه في الام سي كيو كتير عشان طبعا ده تقريبا الكومانست ابر جي اي تي ديس اوردر. فالجرد ده هو اللي هو جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، وانا مش هقول بقى جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز تاني، حول جرد على طول وانت عارف بقى يعني ايه. فالجرد هي زي كومانست ابر جي اي تي ديس اوردر، وبيأثر على كام في المية من البني ادمين؟ 45% من البني ادمين، يعني نص البشر تقريبا. طبعا بنعمل دلوقتي مناظير كتير قوي 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 على الجهاز الهضمي. المناظير الكتير قوي بقى على الجهاز الهضمي دي لقوا ان الكومانست ديس اوردر والكومانست ابنورماليتي اما بيعملوا ابر جي اي تي اندوسكوبي بيلاقوا
الجيرد والبيبتيك اوسوفاجايتس. بيبتيك اوسوفاجايتس دي اللي هي بيبتيك السر في الاوسوفاجس نتيجه ايه؟ نتيجه الجيرد برضه اللي هي الريفلكس. فطبعا ده مرض فيري فيري كومن وهيقابلنا كتير قوي كدكاتره وهيجي لك في العيادات الاف مؤلفه من العيانين دول. النورمال فيسيولوجي بقى، هو المفروض النورمال فيسيولوجي يا جماعه، المفروض نورمالي في لور اوسوفجيال اند كاردياك سفنكتر. في اللور بارت اوف ذا اوسوفجس وعند الكارديا اللي هي الابر اند اوف ستومك فينا هو نورمال فيسيولوجيكال سفنكتر. والنورمال فيسيولوجيكال سفنكتر ده هي فيها هاي بريشر زون. هاي بريشر زون يعني لو انا حطيت هنا هو المانومتر وقست البريشر هلاقيه عالي. البريشر العالي ده هو كل ما كان البريشر عالي كل ما كان السفنكتر ده انفيشنت. يقال ان البريشر ده يعني قد ايه درجه روحها من الفسيولوجي، بس هو يعني في العادي بيقال في كتب وفي كتب تانية بالمليمتر ميركوري وشويه بالووتر ان البريشر تقريبا في اللور اوسوفيجس بيكون من 15 ل 25 سنتي ووتر. النورمال فيسيولوجيكال سفنكتر بقى الموجوده عند اللور بارت اوف ذا اوسوفيجس والكارديا دي بتعتمد على ايه؟ اولا الابدومينال بارت اوف ذا اوسوفيجس اخر 3 سنتي من الاوسوفيجس جوه الابدومن، عشان كده بيتقال عليه ابدومينال بارت اوف ذا اوسوفيجس. دي لوحدها سفنكتر. ليه بقى؟ لان الابدومينال بارت اوف ذا اوسوفيجس يا جماعه هيضغط حواليها الاورجنز اللي حواليها، الانترا ابدومينال بريشر عالي، فالهاي انترا ابدومينال بريشر هيضغط على اللور اند اوف ذا اوسوفجس وده لوحده يعمل لك كومبتنت لور اوسوفجيال سفنكتر. طبعا بمقارنه طبعا للنيجاتيف بقى بريشر اللي موجود في السوركس قارب، ففوق في نيجاتيف بريشر في السوركس لكن في الابدومين اخر 3 سنتي دول متعرضين للانترا ابدومينال بريشر ضغط على الاوسوفجس وقفلها، عامل لك لور اوسوفجيال سفنكتر. كمان ابسط حاجه السيركولار ماسل لاير، السيركولار ماسل لاير اوف ذا لور اند اوف ذا اوسوفجس دي قافله طول النهار ما بتفتحش وتعمل ريلاكسيشن غير اثناء البلع او اوقات محدوده قوي ثواني ثواني زي ما تقول كده هو يعني بتريح شويه وتروح قافله على طول بسرعه. فوجود سيركولار ماسل لاير افيشنت في اللور بارت اوف ذا اوسوفجس ده قافل اللور بارت اوف ذا اوسوفجس وبيفتح بس ساعه البلع وساعه التريحه. على فكره التريحه دي لو زادت تعمل لك ريفلكس اوسوفجايتس، فهي اما بتريح كده بتريح ثواني معدوده وتروح راجع تاني للانقباض. طبعا اهم حاجه على فكره في السفنكتريك ميكانيزم اللي عند الكارديا الانجل دي اللي ما بين الاوسوفجس والفندس اوف ذا ستومك دي بيطلق عليها كارديو اوسوفجيال انجل او الانجل اوف هس. فالراجل هس ده هو اللي وصفها فبيتقال عليها انجل اوف هس او كارديو اوسوفجيال انجل. دي لوحدها مهمه جدا تعمل فالف يمنع رجوع الاسيديك كونتنت من الاستومك للاسوفجس. ليه؟ لان شايفين الانجل دي يا جماعه اكيوت انجل، فلو انا نمت على ظهري والكونتنت بتاع الاستومك دي كلها عايزه ترجع على الاسوفجس، خد بالك على فكره انت الاستومك بتاعك نورمالي مايله كده وانا واقف، مايله كده وانا واقف، الكارديا ات بوستيرور ليفل للبايلوريك سفنكتر. فالعيان ده اما ينام هيحصل ايه؟ هتبص تلاقي كل الجاستري كونتنت ليها تندنسي انها تروح راجعه للاخ الباكورد ده دلوقتي وهو نايم عايزه ترجع للاسوفيس. تبص تلاقي وهي الاكل كله هو راجع والاتش سي ال راجع يقابل الزاويه دي يضغط عليها، اما يضغط على الزاويه دي تروح قافلك اكتر اللور بارت اوف ذا اوسوفيس. فالانجل دي عامله زي كفالف
الانجل دي تسمح بمرور الاكل من فوق لتحت، اهلا وسهلا. يجي الاكل يرجع، نضغط على الانجل، نقفل اللور اند اوف ذا اسوفجس، وتبقى فالف لايك ميكانيزم الانجل اوف هيستري او الكارديو اسوفجيال انجل. زائد طبعا ايه الحاجات اللي مدلدله دي اللي انا مدلدلها هنا؟ هون الميوكوزال فولدز هنا هون اللي عند الكارديا، عند الكارديو اسوفجيال جانكشن، دي مش طبيعيه. الميوكوزال فولدز عاليه قوي ومرشقه مع بعض، بيتقال عليها انها من كتر ما هي كبيره قوي عامله زي الورده روزيه. فالميوكوزا الروزيه العاليه دي مع الشقه هنا في بعض وقفل اللور اند اوف ذا اسوفجس، لا تسمح الا بمرور الاكل من فوق لتحت وليس العكس. اهم حاجه بقى هناخد بالنا منها ايه؟ الدافرام. الدافرام ده طول النهار في حاله انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن، فده عضله بتعمل كونتينوس كونتراكشن. هو ايه وضع الاسوفجس بالنسبه للديافرام؟ ده الديافرام اللي مش عارف طبعا انتوا فاكرينه ولا لا، بس انا اللي يهمني ان الفيرتبرال اوريجين اوف الديافرام اللي هو طالع من الفيرتبري ده، هو في حاجه اسمها رايت كراس وفي ليفت كراس، ده اوريجين بتاع المسل فايبرز والديافرام جزء يعني منه. انا اللي يهمني الرايت كراس دي، شايف الرايت كراس الفايبرز اهي طالعه من الفيرتبرال كولومن، ادي الرايت كراس، ادي الرايت كراس الفايبرز بتاعتها، شايف؟ بس بص ركز معايا، طلعت لفوق طلعت لفوق طلعت لفوق، ابتدت تلف للشمال، حوطت مين ده بقى؟ حوطت اللور اند اوف ذا اسوفجس، وراحت الفايبرز دي راجعه تاني للرايت كراس. فكده ربنا سبحان الله الخلاق العظيم وحكمته في خلقه راح مطلع فايبرز من الناحيه اليمين تعمل كروسنج للميدل لاين، تحوط الاسوفجس اللي على الناحيه الثانيه اللي على الشمال وترجع تاني الفايبرز دهيا. فكده يبقى انت كانك خدت الاسوفجس تحت كده هو ايه باطك، وقاعد طول النهار ديورنج انسبيريشن انا قاعد بعمل كومبريشن لللور اند اوف ذا اسوفجس اثناء الانسبيريشن، وده يساعد على قفل اللور اند اوف ذا اسوفجس. واثناء الانترا ابدومينال بريشر برضه يا جماعه، اثناء الانترا ابدومينال بريشر الدافرام بيعمل كونتراكشن، اثناء الكف الكح والحزم الدافرام بيعمل كومبريشن كونتراكشن، والكومبريشن اوف ذيس ماسل فايبرز على الاسوفجس يقفلها فيمنع الريفلكس. فعشان كده هو وجود الاسوفجس الاسوفجيال اوبننج في الدافرام في الرايت كراس والفايبرز دي اللي طالعه من الرايت كراس ومحوطه الدافرام، وكل ما تحزق وتكح وتتنفس الديافرام الفايبرز دي بتفعص اللور اند اوف ذا اسوفجس، بقت اسفنكتر تمنع مرور الاسيديك كونتنت من الاستومك تحت للاسوفجس فوق. اخيرا بقى في السيركولار ماسل فايبرز اوف ذا فاندس، شايفين السيركولار ماسل فايبرز اوف ذا فاندس اهي ماشيه اهي بالعرض، ماشيه بالعرض وتروح محوطه اللور اند اوف ذا اسوفجس وترجع تاني. فهنا هو في سيركولار ماسل فايبر يا جماعه لفه داير داير من الفاندس لللور اند اوف ذا اسوفجس. طب اهلا وسهلا، ايه ريفلكسلي؟ سبحان الله الخلاق العظيم، اول لما البريشر يعلى في الفاندس، البريشر هيعلى ليه في الفاندس؟ لو الاكل راجع، لو انا نمت والاكل راجع على الفاندس، الفاندس يحس ان البريشر عالي فيه، تروح الماسل دي عامله كونتراكشن. فكل ما الاكل يرجع ويزود البريشر في الابر بارت اوف ذا ستومك، المصل دي تعمل كونتراكشن تقفل لك اللور اند اوف ذا اسوفجس والكارديا. ودي كلها نورمال فيسيولوجيكال ميكانيزمز ربنا عاملها عشان يعمل لك فيسيولوجيكال اسفنكتر في اللور بارت اوف ذا اسوفجس والابر بارت اوف ذا ستومك في الكارديا. طب انا كنت بقول لك عادي يعني 50 مره هيفلت مني عادي كده هون شويه اتش سي ال وشويه جاستريك كونتنت ينط في اللور بارت اوف ذا اسوفجس. ربنا بقى بيصلح الموقف على طول ازاي؟ نورمالي اي ريفلكس ماتيريال من الاستومك توصل اللور اند اوف ذا اسوفجس بنضفها اول باول. اول لما الاسوفجس يحس ان في اتش سي ال نط في اللور بارت اوف ذا اسوفجس على طول، ده بيعمل ريفلكس بريستالسيس، والبريستالسيس بتاعت الاسوفاجس من فوق لتحت تروح زق الاكل ده لتحت تاني، فيبقى
هينط لك في اللور بارت اوف الاسوفجس البريستاس بتاعت الاسوفجس ترجعه مكانه. زائد وانت بتبلع يا جماعه السلايفا الكلاين ولا اسيدك؟ طبعا الكلاين. فاي يا جماعه لو انت لقيت اي حموم كده هو عندك في الاسوفجس ولا حاجه يعني عندك ريفلكس ابلع ريقك تبص ليه خف على طول. ده كيميكال نيوتراليزيشن ب السلايفا لان السلايفا الكلاين بتعادل لك ال HCl. يا ترى ايه بقى الايتيولوجي اوف جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز؟ الايتيولوجي بقى بتاع الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز اهو ده بقى الباثولوجي اللي هيحصل. ال HCl من الابر بارت اوف ذا ستومك نط لك في اللور بارت اوف ذا اسوفاجس وممكن كمان يعلى ويطلع لفوق قوي. الحكايه دي هتحصل ليه؟ اكيد الفسيولوجي باظ. احنا الفسيولوجي كان بتاعنا يعتمد على نورمال كومبتنت لور اسوفيجيال سفنكتر. اكيد السفنكتر باظت. السفنكتر باظت ليه يا رجاله؟ باظت عشان الابدومينال بارت اوف ذا اسوفاجس ما بقاش 3 سنتي بقى سنتي نص سنتي او ما بقاش فيه خالص اسوفاجس في الابدون. الاسوفاجس اتشد لفوق. ازاي دي تحصل؟ الاسوفاجس اتشد لفوق ويطلع في السوركس كله ويبقى ما فيش ابدومينال بارت في حالات اسمها سلايدنج هياتس هيرنيا ودي اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الدرس القادم. او اللي انت كنت واخد تحت بطنك ده وقاعد بتعبص فيه وتضغط عليه طول النهار باظ. الفايبرز الالاستيك دي يعني اللي قاعده بتعصر طول النهار في الاسوفيجس حصل لها جراديوال ديستنشن 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 ومن كتر ما المصل ده هي حصل لها ديستنشن بقت الاسوفيجيال هياتس واسعه قوي والاسوفيجس بقى بيلق جوه ومش عارفين نعمل كونتراكشن ونعصر اللور بارت اوف ذا اسوفيجس عشان اقفل عليه. مين اللي يعمل لك الحكايه دي؟ اللي يعمل جراديوال ديستنشن للاسوفيجيال اوبننج ان ذا ديافرام والمسل فايبرز بتاعتنا تضعف وما نعرفش نضغط على الاسوفيجس فات. عشان كده المرض دون اقول لك في مين تقول لي على طول اوبيزيتي. فالاوبيزيتي واحده من الفيري هاي ريسك فاكتور والكومنست كوز اللي هيضعف لك السفنكتريك ميكانيزم بتاع الرايت كراس اوف ذا ديافرام. برضه كنت بقول لك في ترانزيانت ريلاكسيشن بيحصل. الترانزيانت ريلاكسيشن ده اللي بيحصل في اللور اسوفجيال سفنكتر ده لو زاد عن حده وبقى مدد كبيره يبقى الاكل براحته خالص بتاع الاسوفجيال ينط لك في اللور بارت اوف ذا ستومك. فديسفانكشن في اللور اسوفجيال سفنكتر. برضو يا جماعة الحكاية دي هتحصل لو في هاي بريشر في الاستومك جاستريك ديستنشن. مين اللي يعمل لك جاستريك ديستنشن؟ كل العينين دول يقول لك الحكاية دي بتزيد عليها يا دكتور اما باكل اكلة تقيلة ودسمة قوي. طبعا انت قعدت قدام الاكل لقيت الاكل جميل قوي قعدت تاكل 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 والاكل دسم مليان فات فدون يا جماعة هيعمل لك ديستنشن وهاي بريشر في الاستومك والهاي بريشر في الاستومك يتغلب على السفنكتر الضعيفه اللي فوقيه وال HCl ده يرجعك. برضو من الحاجات اللي برضو تعرضك للحكايه ده هي الشوكولاته الكتير الشاي والقهوه الكتير الكافيين الفاتي ميلز دي كلها بتزود البريشر جوه الاستومك والهضم بتاعها صعب وبيقعد في الاستومك لمدة طويلة وبالتالي يزود البريشر جوه المعدة وبالتالي البريشر العالي جوه المعدة يروح طارد لك الكونتينس بتاعته فوق للأسوفجس. يا ترى قبل ما نخش في الكومبليكيشن معلش كده الفيديو هيطول قوي فنكمل ان شاء الله الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.